خبز مافين، تدفئة مافين، كهرباء مافين، خدمات مافين. نوقف على الفرن من الساعة 6 11 ونص ما بيجينا دور، ما بيجي جيش الحرب ياخذ خبز، ما بوقف على الدور. نحن ما نعرف يا خيو نحن بالجبهة، يعني نحن ولادنا ما بالجبهة، نحن ما ناكل ولادنا ما أهم الجبهة. الأصحاب بيفهموا خمس ولاد صغار من صغيرة كبيرة بفهم شغل ما في عايش عايشين عايش عايشين على أساس نحن نلوح ضايم يجينا أكوف شايف نفس الشيء. حكينا مع جيش الحرب شاو عبضوب هذا حكي بضبنا كا عضوا ولادهم أضغم ولادهم والله ضربنا والله صار 17 سنة شريرة روسية هيك بعد وانا واقف في 6 أو بعد نحن بالجبهة. طيب هي أصلا صغار جبهة ما جبهة فهمنا ولا كهرباء ولا مازوت ولا غاز عايش عايشين هون يعني بدنا نطلع بغاز حرب ما نطلعين لكن هون وهي أموت ما نسيبة أكثر من هيك حاج تعبنا حريب عصفان ما في نروح المعونات اني عساس حريب عصفان عندي بنتي عمرها سنة اخطر مع الحريب شمام عايشتية صراحة كيس حريب النيدو 500 طرامة مع عايشتية بيكي واشهر عمري بيكي واشهر عمري وصوه وهي الزبال وهي مرض هيك عايشين هاي حياتنا وين ما مكان نشوف لا يقول مساعدات ولا يقول والله عم نبعث مساعدات ما بعتوا شيء اي فربك احسن شيء عايشين بين القصف بين الغشو وين الحمد لله مين صح ومين غلط ما عم نعرف احسن شيء ما عم نعرف مين صح ومين غلط.